السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عرفت ولاية البويرة أمس الأحد حادثة خطيرة، راح ضحية عدة أشخاص بينهم جنود في الدرك الوطني. تابع الفيديو للأخير ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. أصيب أمس الأحد ما لا يقل عن 3 أشخاص بينهم دركيين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مروع وقع أمس الأحد على مستوى الطريق الوطني رقم 8 في شطر الرابط بين بلديتي ديرة وسيدي عيسى. وحسب الصور المتداولة فإن الاصطدام وقع بين سيارتين، الأولى مدنية والثانية سيارة مصلحة عسكرية تابعة للدرك الوطني. الحماية المدنية نقلت إلى مكان الحادثة ونقلت الضحايا إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية، فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة في أمن الطرقات تحقيقاتها في هذا الحادث الأليم، فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق.